أهلا بكم. لا شك أن القمة الخليجية 41 كانت حدثا بارزا ومفصليا في المشهد الخليجي العربي أيضا. دعوات إصلاح ذات البين لقيت آذانا صاغية، تنادى القادة لرص الصف على أرض المملكة العربية السعودية وفق قناعة راسخة بأن الحل في السعودية. قمة السلطان قابوس والشيخ صباح كما سماها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجدت دعما كبيرا من الإدارة الأمريكية، رحبت بها القاهرة وحضرت توقيع بيانها الختامي. قراءة ترى أن المنطقة الشرق الأوسط دخلت مرحلة عنوانها الاستقرار والأمن والتنمية. قراءة أخرى تجزم بأن القادة قد وضعوا الأساس لصرح خليجي متماسك في وجه المتربصين به وأن القمة استوفت كل معايير النجاح. لمحللينا نحن أيضا في قابل نقاش تقييماتهم لهذا الحدث التاريخي واستشرافاتهم لمستقبل العمل المشترك تحت سقف واحد في حلقة بعنوان القمة الخليجية خطوة لرأب الصدع. يشارك في التحليل والنقاش من المدينة المنورة دكتور إبراهيم النحاس أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود. من دبي انضم إلينا دكتور سليمان الجاسم الباحث والأكاديمي والرئيس السابق لجامعة الإمارات، ومن القاهرة معنا دكتور عماد جاد عضو مجلس النواب المصري. نبدأ الحلقة كما العادة بتساؤل واحد يتطلب إجابات مختصرة. القمة الخليجية 41 المنعقدة في مدينة العلا السعودية شهدت حضورا كبيرا لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، هل كانت قمة مصالحة أم قمة تهيئة الأجواء للمصالحة؟ أبدأ معك دكتور إبراهيم. نعم، قمة مصالحة في العلن ومصالحة في خلف الأبواب المغلقة. دكتور سليمان. قمة مصالحة وأيضا عكست شفافية نوايا الطيبة كما شفافية المراية الموجودة في منطقة العلا. صحيح. دكتور عماد، يعني أتصور أنها قمة تهيئة الأجواء للمصالحة لأن هناك قضايا جوهرية لم يتم التعامل معها بشكل مباشر، وبالتالي قمة مصالحة قمة تهيئة الأجواء للمصالحة مع درجة عالية من التفاؤل. لهذه العناوين براهين تفاصيل نستفيد فيها بعد حين. قبل البدء في الحوار مع ضيوفنا الكرام إليكم أبرز العناوين في المنطقة والعالم في دقيقة. نبدأ الحوار معك دكتور إبراهيم. دكتور، من وجهة نظرك ما هي العوامل الداخلية الإقليمية والدولية التي هيأت لقمة العلا في السعودية لتكون قمة مصالحة، ومثل ما قلت في الخفاء كانت قمة مصارحة أيضا؟ نعم، العوامل الداخلية دعني أقول في دول مجلس التعاون بعيد عن الإقليمية بداية، هناك الكثير من التحديات حقيقة التي تحدث في داخل الدول الخليجية تحديدا، سواء في المجالات التي تتعلق في المجالات الأمنية على سبيل المثال تصاعد حدة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بشكل مباشر، جماعة الإخوان وتغلغلها أيضا، الفكرة القديمة الذي أيضا أثر كثيرا في الداخل الخليجي بشكل عام وعانت منه الدول الخليجية شتى حقيقة، وما زالت أيضا تعاني من ذلك الفكر المتغلغل في داخلها نتيجة لعقود حقيقة من العمل. يضاف ذلك التحديات التي تتعلق بالجوانب الاقتصادية، نعلم بأن النمو الاقتصادي اعتماد هذه الدول على مجالات النفط تطلب منها أيضا مواجهة المشاكل بشكل مباشر، مواجهة الشباب على سبيل المثال التحديات تمثل أيضا البطالة وأهمية إيجاد فرص العمل، أمور أخرى تتعلق بالانفجار السكاني دعيني أقول بشكل أو بآخر والتصاعد الكبير جدا أيضا في المطلب على التنمية، هذه كلها أمور داخلية تتطلب من دول مجلس التعاون
العمل بشكل احادي او بشكل جماعي بعيد عن الاحاديه لمعالجه هذه المسائل، ويضاف لذلك بانه المكون الخليجي معلوم انه مكون واحد تقريبا سواء بقبائله او ترابطه الاجتماعي، وبالتالي التباعد بين هذه الدول يؤثر بشكل او باخر على قد يكون مستقبل الاستقرار السياسي فيما بين هذه الدول بشكل او باخر، ولذلك هذه من الامور التي تعالج. في المجالات الاقليميه نعلم بان التحديات المتصاعده جدا سواء فيما يتعلق بالتدخلات الايرانيه وتواجدها في المنطقه بشكل مباشر، والأسوأ من ذلك دعيني أقول في المرحلة الأخيرة هو التواجد التركي نعم. البغيض حقيقة في داخل الدول الخليجية وخاصة في قطر نعم. والقاعدة العسكرية والتواجد العسكري، وبالتالي هذه أمور تعتبر تحديات أو ترتقي لمستوى التهديدات حقيقة التي يجب أن تواجه، مما دعا إلى نعم. عقد هذه القمة وتكون مصارحة على أقل تقدير في العلن، نعم. ومصارحة سنأتي عليها إن أردتم نعم. في صحيح. حفاء في قادم الحفاء. دكتور سليمان، الأكيد أن هذه التحديات التي سردها الآن دكتور إبراهيم، إما التحديات المحلية الوطنية في الدول الخليجية أو الإقليمية الدولية، هي معروفة لدى قادة مجلس التعاون الخليجي. ما مدى انسجام مواقفهم الآن بخصوص مساعي المصالحة بالنظر لكل هذه التحديات؟ كل قادتنا تعرف كلهم بيت واحد وأسرة واحدة وعيال عم ودم واحد، يحصل أحيانا يعني نوع من سوء الفهم أو سوء نقل المعلومة بطريقة صحيحة، لكن أعتقد يعني وصلوا في اجتماع العلا إلى المصارحة والمصالحة والتهيئة الجيدة التي قامت بها دولة الكويت الشقيقة أيضا، وأيضا سلطنة عمان قبلها وبرعاية أمريكية. أعتقد أن التحديات الكثيرة اللي بدأت تشعر بها دول الخليج مجتمعة على أن هذه تستهدف كل دول الخليج وليس منفردة، يعني إحنا الآن انعزالنا وتفرقنا لم يخدم قضايانا القومية والوطنية والإقليمية أيضا. هناك تحديات ذكرها الدكتور إبراهيم جدا ممتازة، وأعتقد أضف إليها تحدي وباء الكورونا اللي بدأ يعصف الآن صحيح. العالم ككل الآن، واجتمعنا ككل كدول الخليج الآن يد واحدة بشكل نعم. جماعي نعمل مع كل الإخوان في مواجهة هذه التحديات نعم. بشكل جماعي بيد واحدة. دكتور عماد، مصر حضرت القمة كضيف طرف، كانت في المصالحة كما كانت يوما ما طرفا في المقاطعة. ما الأهمية السياسية لحضور وزير الخارجية المصري لقمة الخليج وطبعا توقيعه على البيان النهائي؟ يعني أعتقد أن هذا الأمر جاء مسايرة للرغبة السعودية والموقف الإماراتي الداعم لهذه المبادرة. طبعا بالتأكيد مصر مع تهيئة الأجواء، مع المصالحة، مع ترتيب البيت العربي. القضية طبعا بالأساس هي قضية خليجية، ومصر طرف عربي كان مشاركا في الرباعية العربية، وحينما كان هنا بدأ أن هناك توجه سعودي وجهود كويتية من أجل التوصل إلى مصالحة، فحضر وزير الخارجية ووقع على هذا البيان الختامي أو الاتفاق، حتى لا تبدو مصر وكأنها يعني خارج سياق العمل الرباعي، تمهيدا للتأكد من إتمام المصالحة وإزالة العقبات الرئيسية، لأنه مهم للغاية أننا نأمل ونقول دم واحد ووحدة واحدة وشراكة واحدة ومصير واحد ومشاكل واحدة، لكن المهم أن هناك قضايا جوهرية هي التي أدت للمقاطعة لا بد من معالجتها حتى تبنى المصالحة على أساس سليم. هناك تفاؤل، هذه قضية خليجية، ما يتفق عليه الدول الثلاث المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين كافي، وجود مصر أتصور أنه هيرتبط بحل قضايا جوهرية تتعلق، أتصور، وممكن ده يجي وقت بعد كده في إطار إعادة صياغة
الرسائل الإعلامية الموجودة في المنطقة التي تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية دول عربية، وإعادة خريطة التحالفات الإقليمية التي تأتي بأطراف إقليمية معادية أو ممثلة تهديد للأمن القومي الخليجي بالأساس، أنها تكون موجودة داخل منطقة الخليج. واضح، هي بادرة حسنية إذا كما سمعت دكتور إبراهيم من قبل مصر أنها ستكون حاضرة، لن تشق الصف الخليجي، هي مع السعودية وقيادتها وإرادتها في هذا الموضوع. كذلك مثل ما ذكر دكتور عماد، هناك أيضا الإرادة الكويتية التي لعبت دورا حاسما في موضوع الوساطة. لذلك أود أن أسأل، لماذا قررت الكويت لعب دور الوسيط منذ البداية في هذه الأزمة، وإلى أي مدى كانت ناجحة في ذلك؟ نعم، هو الكويت يبدو أنه الشيخ صباح رحمة الله عليه عندما بدأ هذه الوساطة استدرك دائما أو استوعب أحداث التاريخ التي مرت بها المنطقة والمآسي التي أيضا أو المأساة الرئيسية التي مرت بها دولة الكويت، ولا يريد لذلك التاريخ بشكل أو بآخر أن يعود بشكل سلبي على المنطقة، سواء بالنزاعات السياسية أو حتى بما تؤدي بعد ذلك إلى تدخلات قد يكون إقليمية أو خارجية في المسألة الخليجية. وارتأى رحمة الله عليه أن يكون أو تكون للكويت السبق في معالجة مثل هذه المسائل، منعا للتدخلات الإقليمية والخارجية، وأيضا لمعرفته الشخصية دعني أقول بالثقافة الخليجية بحكم أنه هو أحد أبنائها، واستمرت دولة الكويت على هذا النهج. ايضا موقع الجغرافي لدوله الكويت يفرض عليها ان تعالج مثل هذه المسائل وان تطرح ما تستطيع حقيقه من حلول لمعالجتها. نعم، نعلم الموقع الجغرافي الصعب الذي تقع به بين ثلاثه دول كبار، وبالتالي اي زعزعه لامن واستقرار هذه المنطقه سوف تكون الكويت احدى الدول الرئيسيه التي سوف تتاثر بشكل مباشر. يضاف لذلك انه ايضا دوله الكويت تستذكر دائما المجهود الكبير الذي بذله مجلس التعاون كمنظومه، او حتى الدول الرئيسيه في دول مجلس التعاون في تحرير الكويت والمساهمه الرئيسيه في تشكيل التحالفات الدوليه عن طريق مجلس الامن، وبالتالي هذه المساله تعطي الكثير من الايجابيات. يضاف للنقطه الرئيسيه دعيني اقول لما تفضل به الزميل الدكتور سليمان بأن أبناء الخليج واحد بشكل أو بآخر سواء بقبائلهم أو غيرهم، وهذا أيضا إحدى العوامل الرئيسية التي قد تكون دفعت أيضا الشيخ صباح رحمة الله عليه من الذهاب بعيدا في مثل هذا الاتجاه. صحيح دكتور سليمان، هذه القمة إذا سميت بقمة السلطان قابوس والشيخ صباح رحمهما الله، ماذا تعني هذه الخطوة بتسمية هذه القمة باسم الراحلين السلطان قابوس والشيخ صباح؟ مثل ما ذكر قبل قليل الدكتور إبراهيم، الجهود التي بذلت الحقيقة لتهيئة الأجواء من المغفور له الشيخ صباح الأحمد ومن جلالة السلطان المغفور جلالة السلطان قابوس الله يرحمهم أيضا، لتهيئة أجواء خليجية لعقد لقاء يجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي يجتمعوا على المصارحة والمصالحة، تقديرا للمواقف اللي قامت بها سلطنة عمان ممثلة بالمغفور له السلطان قابوس، ودولة الكويت الممثلة بالمغفور له صباح الأحمد، والجهود اللي بذلوها وطوال السنوات اللي فاتت، ثلاث سنوات اللي فاتت، نتجت وأثمرت هذا التجمع اللي حصل في المرايف. لذلك تقديرا لهذه الجهود اللي بذلت قررت القمة إطلاق قمة المغفور سلطان قابوس والمغفور له صباح الأحمد. نعم دكتور عماد، ما دلالات حرص واشنطن الكبير على حل الخلاف الخليجي مع اقتراب ولاية دونالد ترامب لنهايتها؟ ما دلالات حضور كوشنر نفسه في توقيع هذا البيان النهائي؟ يعني المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد إعادة ترتيب المنطقة لضمان الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة، باعتبار أن هناك علاقات تحالف أو تعاون استراتيجي بين الدول العربية الخليجية بالأساس وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة ترامب في أيامها الأخيرة لعبت دورا مهما في الدافع باتجاه المصالحة
وحضور مستشار الرئيس وصهره كوشنير لقمة العلا، أتصور أنها رسالة على أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم وتؤيد وتبارك هذه الخطوة، ولا نعرف الكثير هل هي ستضمن لأن هذه الإدارة سترحل، لكن هي انعكاس ومؤشر لاهتمام الإدارة الأمريكية، اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية، لا نتحدث عن أشخاص هنا، لكن اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالمصالحة وإنهاء النزاع، لأن الدول المقاطعة لقطر أو التي كانت مشكلة بينها وبين قطر هي دول لها علاقات جيدة بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا توجد دولة خصم للولايات المتحدة أو لا تعتبر الولايات المتحدة دولة صديقة أو حليفة، وبالتالي هو نوع من محاولة التأكيد أو توصيل رسالة أمريكية بأنها مهتمة بهذه المصالحة وبأنها ترغب في إتمامها لأنها بين دول صديقة وحليفة. نعم دكتور إبراهيم، قبل أن أذهب إلى فاصل، الحرص الأمريكي على حل الخلاف الخليجي وحرص ترامب بالتحديد ومعه كوشنر ربما أكثر حتى من حرصه على موضوع كورونا وفيروس كورونا في أمريكا، يعني ربما هذه من المفارقات، كيف تفسرها دكتور إبراهيم؟ نعم، هو لا شك أنه العلاقات التاريخية الاستراتيجية التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية بدول المنطقة يعتبر محرك أساس لمثل هذا الاهتمام، يضاف أن الرئيس ترامب أيضا في مرحلة مغادرة للرئاسة، وبالتالي تعتبر هذه إحدى القضايا الرئيسية التي يجب أن يصل لحلها، أو دعيني أقول يحصل على أقل تقدير تقارب بين هذه الدول لكي لا يحسب عليها أيضا من الجوانب السياسية. نقطة أخرى أيضا، نعلم التصعيد الإيراني المتصاعد والملف النووي الإيراني يحتاج أيضا مجهود خليجي مشترك لمواجهة مثل هذه التحديات، وبالتالي أيضا الإدارة الأمريكية تحرص أن تكون أيضا أو يكون حلفائها في هذه المنطقة في كلمة واحدة وصف واحد لمواجهة مثل تلك التهديدات. الرئيس ترامب كما تفضلت أيضا علاقاته القوية حقيقة مع رؤساء دول أو ملوك دول مجلس التعاون، خاصة الملوك بالسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أيضا يعتبر من الأشياء الأساسية التي جعلته يطرح مثل هذه الحلول وتلقى مثل تلك الطروحات أيضا الإيجابية. يضاف لذلك أيضا علاقات الرئيس ترامب بالرئيس السيسي، أيضا علاقات متميزة جدا أيضا، وبالتالي هؤلاء الرؤساء أيضا أرادوا بشكل أو بآخر عدم دعيني أقول الوقوف في وجه الرغبة الأمريكية، طالما أنه هناك أيضا مراحل أخرى قد تكون لحل حلقة مثل هذه الأمور بشكل أو بآخر. أيضا الإدارة الأمريكية القادمة، ونعلم الفرح الكبير لدى الأطراف الأخرى ب يعني يقول خسارة ترامب وفوز الحزب الديمقراطي أملا منهم بأن يكون هناك مواقف، يبدو أن هناك الكثير من المواقف، ولكن العلاقات الاستراتيجية الخليجية الأمريكية تفرض الكثير من الاحترام بين الطرفين. واضح. بعد الفاصل، المصالحة الخليجية شوط من عدة أشواط، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد، إليكم هذه الصورة، هي الصورة التذكارية لقادة ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال القمة الخليجية 41، هي طبعا أمام قاعة مرايا ذات المعمار الساحر والعاكس لطبيعة محيطه. أذهب إليك مرة أخرى دكتور إبراهيم باختصار، ماذا تعني هذه الصورة؟ ما دلالاتها؟ ما دلالات هذا الموقع الذي تم اختياره لهذه القمة التاريخية؟ نعم، الموقع يعطي إشارة بأنه يجب أن نكون على قدر ذلك التاريخ والإرث الذي نملكه كأمة عربية على أقل تقدير، وخاصة في هذه المنطقة، في مستويات التفكير، في النظر لاستيعاب التاريخ ومآسيه، النظر للمستقبل، ويجب أن نكون على قدر ذلك القدر في تعاملاتنا على أقل تقدير فيما بيننا، في المحافظة على ذلك الإرث، في المحافظة على أمننا واستقرارنا، في إيصال رسالة للآخرين سواء إقليميا أو دوليا بأن نكون أيضا على قدر ذلك التاريخ من الوفاء له على أقل تقدير. هذه الصورة الجماعية أيضا تعطي مؤشر بأنه أينما اتجهنا فتاريخنا يجب أن يكون أيضا أمام حاضرنا وأمام ناظرنا، إن أردنا أن نتخذ قرارات سواء سياسية أو اقتصادية أو شعبية أو اجتماعية وحتى في علاقاتنا مع الآخرين، يجب أن نكون على قدر ذلك التاريخ العميق. هذه المنطقة أعرفها جيدا، أعرف إرثها، أعرف تاريخها بحكم أني ولدت بها، وبالتالي هي توصل رسالة كبيرة جدا حقيقة لدعيني لأقول التاريخ، واختيرت بعناية شديدة جدا من قبل القيادة السعودية لتوصل رسالة
لأولئك الأطراف الذين يعتقدون أنهم أكثر إرثا نعم منا، أطراف إقليمية على نعم الخط كأمة عربية. دكتور إبراهيم، صراحة تعرفت على هذه المنطقة من خلال القمة، وفعلا تعطي الرغبة لأي شخص أن يزور منطقة العلا، جميلة جدا فعلا وساحرة. دكتور سليمان، لديك قراءة في معاني هذه الصورة؟ خرجت يعني لأول مرة أن تخرج اجتماع قمة عن الطريقة التقليدية، كانت تعقد في قصور وتعقد في فنادق فخمة، الآن تم عقدها في هذه المنطقة التاريخية الجميلة في منطقة العلا وفي قصر المراية، اللي عكست أيضا النوايا الطيبة لكل أصحاب السمو والجلالة اللي حضروا، كما عكست صورة الجبال الجميلة لمنطقة العلا، وهذه العلا ستعلو بسمو الأخلاق والتعامل إن شاء الله بين قادة النساء والخليج المستقبل إن شاء الله وشعوبهم. نعم دكتور عماد، اطلعت على هذه الصورة، من وجهة نظرك الآن إلى أي مدى مصر تكون تسعى إلى أن يكون البيت الخليجي موحد، يهتم إلى أن تكون يهمها أن يكون البيت الخليجي موحد؟ المؤكد، يعني خلينا نتكلم على مستويين. المستوى الأول هو مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذا الأمر كلما كان المجلس متماسكا وهناك رؤية مشتركة وهناك نظرة مشتركة للأمن القومي المشترك، وأن أمن الدول فرادى هو جزء من الأمن الجماعي لهذه الدول، وبالتالي هذه رؤية مصر يهمها هذا التوافق، وبالتالي هي كانت رغم أنها ليست عضوا في مجلس التعاون الخليجي لكن كانت من الدول التي تأثرت بالخلافات التي كانت موجودة وسارت في اتجاه القرارات التي اتخذتها الدول الأربع مع بعضها البعض، وكان أساسا بتوجه مشترك. حينما تبلور موقف مشترك في الرغبة في الانفتاح وإنهاء هذا الصراع وإنهاء هذا الخلاف وإنهاء المقاطعة، مصر لم تضع شروطا ولم تعرقل هذا الأمر، بل بالعكس شاركت وأرسلت وزير الخارجية واستقبلت بالأمس بشكل مفاجئ حتى أثار استغراب الرأي العام المصري، استقبلت وزير المالية القطري الذي افتتح أحد المشروعات الاستثمارية القطرية الموجودة على نيل القاهرة. اسمح لي دكتور عماد، أبقى معك في هذه النقطة. طبعا الافتتاح وزير المالية الأمريكي مع وزير المالية القطري والوزير المصري، أكيد أن هذا الاجتماع لم يتم ترتيبه في ساعة، أكيد أن هناك ترتيبات مسبقة لهذا الموضوع. ما دلالاته؟ لماذا أن من بدايات الإجراءات أو انعكاس هذه المصالحة كان مثل هذا اللقاء الثلاثي في القاهرة؟ أتصور أن هذه الخطوات الخاصة بالمصالحة يعني استغرقت فترة طويلة ولم تكن قاصرة على دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث السعودية والإمارات والبحرين، بل كان هناك وجود لمصر في أجواء المصالحة، وبالتالي زي ما حضرتك تفضلتي ترتيب رحلة خاصة تعبر الأجواء السعودية ثم الأجواء المصرية التي كانت مغلقة أمام الطيران القطري، هذا أمر لم يحدث بين ليلة وضحاها، لا سيما وأنه في نفس يوم الاجتماع، وبالتالي أكيد تم الترتيب لي. النقطة الثانية أن الحدث الذي قيل أن وزير المالية القطري زار القاهرة من أجله هو افتتاح فندق، فهذا أمر غير معتاد أن يحضره صحيح. وزير مالية صحيح. ولا وزير المالية المصري ولا وزير الخزانة الأمريكي صحيح. يعني منوشن كان موجود في افتتاح فندق، يعني أتصور أنه كان المدخل، لأن حسب معلوماتي تمت هناك اجتماعات على أعلى مستوى بعد ذلك صحيح. على أعلى مستوى سياسي في مصر مع هذه المجموعة، وبالتالي نستطيع أن نقول أن هناك فعلا تحركات حقيقية لبدء مرحلة جديدة من هي مقدمة العلاقات. وإن كنت أريد للعلاقات. أن أختم تفضل تفضل نعم هي مقدمة. أختم بتعليق حضرتك، ما سألتنيش على الصورة تفضل. لكن أنا شايف أنها هي رسالة
رسالة للرأي العام الخليجي والرأي العام العربي بأن هذه الرموز الموجودة في هذه الصورة هي بنت بيئة واحدة وتاريخ واحد، وأيضا لو استشرفنا يبقى مستقبل واحد، وبالتالي تعطي رسالة للأمل في المصالحة في الفترة القادمة أو ترتيب كل أوجه البيت الخليجي من الداخل. دكتور إبراهيم، لنتحدث سياسة، لنتحدث بدون عاطفة صراحة. أكيد أنك تلمست بعض التوجس، بعض التخوف من كلام دكتور في كلام دكتور عماد من المستقبل، من المصالحة، ماذا فيها؟ ماذا كان في المصارحة بين القادة في الخفاء؟ لأننا لا نعرف بعد ماذا حدث خلف الأبواب المغلقة. سؤالي هو، ما هي ضمانات تجسيد هذه المصالحة على أرض الواقع فعلا، في حين ما تزال العديد من النقاط الخلافية قائمة إلى حد الآن؟ مثل ما ذكر منذ بداية الحلقة دكتور عماد، وزير الخارجية السعودي يقول إن الإرادة السياسية هي ضمانة التسوية. ماذا يعني هذا الكلام؟ نعم، هو من الناحية السياسية كما تفضلتي وكلام وزير الخارجية، يعني يقال طبيعي جدا للفترة التي هو بها، والإيمان قد يكون أيضا الشخصي الذي يؤمن به الرجل وما سمعه من القادة. نحن من ناحية التحليل السياسي، التوجس الذي تفضلت به هو الأصل الذي يجب أن يكون قائما دائما لدى المحللين السياسيين أو لدى أساتذة السياسة بشكل مباشر حول المستقبل، طالما أنه لم يعلن هناك عن آلية معينة أو ضمانات معينة. وأنت تفضلت أيضا في إحدى الأسئلة أو في إحدى الطروحات عن الموقف الأمريكي، هل هو ضامن أم غير ضامن، أم الإدارة الأمريكية الحالية ضامن أم المستقبل ضامن. وبالتالي حتى الرأي العام سواء في داخل منطقة دول مجلس التعاون أو حتى في العالم العربي أو حتى على المستوى الدولي المتابع لمثل هذه المصالحات دائما ما يسأل عن ضمانات. وإحدى الأسئلة التي طرحت أيضا في الأمس أيضا على وزير الخارجية والأمين العام لمجلس التعاون أيضا، ما هي الضمانات؟ نحن كمحللين سياسيين نقول بأن آلية مجلس التعاون يجب أن تتطور لتواكب مثل هذه التساؤلات ومثل هذه الأسئلة حول وضع ضمانات معينة ومحددة وآلية معينة لتضمن ما يتم الاتفاق عليه، سواء في الأمور الاتفاقية الثنائية أو حتى في مثل هذه الاتفاقية الجماعية، وأيضا وضع الحلول لآلية معينة لوضع الحلول في المرحلة المستقبلية في حال حدث هناك خلاف، وهو طبيعي يحدث بين الدول، والخلاف لا يعني الكره بين الدول أو حتى المشاكل فيما بينها. أنا في وجهة نظري أنه ما تم من إعلان مصالحة وقلناه في العلن على أقل تقدير هو في حضور جميع الدول الخليجية وتلك الصورة وذلك التوقيع بين الختامي. أما ما أعلن قبل عامان أو ثلاثة أعوام من شروط 13 على سبيل المثال أو غيرها، هذا الذي أعتقد أنه تم التصارح حوله في الأبواب المغلقة، لأنه العمل الكبير جدا الذي يجب أن يتم في المرحلة المستقبلية هو معالجة تلك الأخطاء التي أدت إلى لا استقرار في مرحلة معينة أو وقوف مع تنظيمات الجماعة الإرهابية في مرحلة معينة أو حتى الإضرار باللحمة الداخلية في دول أخرى. وبالتالي هذه أمور حقيقية عانت منها الدول في مراحل معينة ويجب أن تعالج. هذا المصارحة التي أعتقد أنها تمت خلف الباب المغلقة، والتي أعتقد إن لم تعالج في المرحلة المستقبلية نخشى حقيقة، وهذا ما لا أحد يتمناه، أن نعود مجددا إلى مرحلة التجاذبات فيما بين هذه الدول. دكتور سليمان، وزير الدولة للشؤون الخارجية دكتور أنور قرقاش قال هناك حاجة لإعادة بناء الثقة لإقامة علاقات شفافة قوية بين دول الخليج. ما هي المراحل، العوامل التي يجب أن تكون موجودة لإعادة بناء الثقة؟ أعتقد إحنا يجب أن يكون الإعلام يلعب دور رئيس ومؤثر وفعال في إعادة الثقة والتعامل مع الخلاف اللي حصل خلال الثلاث سنوات اللي فاتت. أعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام لعب دور مؤثر وفعال في زيادة هذا الانشقاق والتباعد. أتمنى خلال الفترة القادمة ومن الاجتماع اللي حصل الآن، حسن النوايا بدأت الحقيقة من خلال الاجتماع، من خلال لقاء سمو الأمير محمد بن سلمان مع سمو الأمير تميم ولقائهم الحميمي مع بعض، وهذه أعتقد أزالت الكتل الثلج اللي كانت موجودة وهيئت الأجواء النفسية. وأعتقد خلال الفترة القادمة سنرى تغير كبير جدا، لكن مع الاحتراز من مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام حتى
تتهيئ الاجواء بين الناس الان، يعني خلقت شق كبير جدا بين الناس يعني الثلاث سنوات اللي فاتت للاسف يعني خلقت مفارقات كبيره جدا. نتمنى ان نسود، ان نرجع مره ثانيه الى لحمتنا، ويشيل هذه العوائق الموجوده من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي زادت البله، وايضا وسائل الاعلام ايضا للاسف يعني محطات والاعلام مهم جدا. كنت سافرد له مساحه خاصه ربما ساعود اليه اذا ما تبقى لدينا وقت. دكتور عماد، قرابه 20 صفحه اتى بها البيان الختامي، هناك نقطه لفتت انتباهي واود ان اطرحها عليك، هي موضوع التكاتف لمكافحه الارهاب والتطرف ايا كان مصدره ونبذه لكافه اشكاله وصوره ورفضه لدوافعه ومبرراته والعمل على تجفيف مصادر تمويله. إلى أي مدى هذه النقطة بالتحديد هي مهمة بالنسبة لمصر التي عانت في السنوات الماضية من آفة الإرهاب؟ شوفي هقول لحضرتك، يعني أنا ملتزم إلى حد كبير بمحاولة يعني تبني لغة إيجابية وتبني لغة متفائلة، لكن أستطيع أن أقول أن مصر كانت من الدول المتضررة بشدة من سياسات بعض الدول ومن تدخلات دول جوار مثل إيران مثل تركيا، وعانت كثيرا، وعانت من تبني هذه الدول لجماعات مصنفة في مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على أنها جماعة إرهابية، هي جماعة الإخوان. وبالتالي هنا ممكن أن نتحدث عن ما يرضي دول الخليج. دول الخليج الست معا عليها أن تضع هذه الأسس، لأن مصر لن تقف في طريق أي جهود إيجابية تتعلق بترتيب البيت الخارجي من الداخل. لكن أنا من وجهة نظري الشخصية أن هناك يعني هذه جملة يعني عبارات مهمة للغاية، لكن دعينا ننزلها على الأرض. دعني أطرح هذه النقطة على دكتور إبراهيم قبل أن أذهب إلى فاصل. هل تستوعب السعودية هذا التوجس من الناس على الأقل، ولا تحدث عن الموضوع الرسمي الذي يعيشونه الآن في مصر، هذا التخوف؟ هذا لا نقاش حوله. ولو لاحظنا خطاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الافتتاح أشار لإيران تحديدا بأنها النظام الذي يدعم التطرف والإرهاب في المنطقة ويجب أن يواجه، وهذه رسالة مباشرة سواء لقطر أو غير قطر بأنه يجب أن نكون يد واحدة في مواجهة ذلك التحدي. وبالتالي إذا ما أخذنا أيضا هذا الخطاب وهذه الكلمات إلى بعد أكثر من إيران، حتما أنه سوف يشمل تركيا بشكل أو بآخر، وبالتالي أي تدخل إقليمي في هذه المنطقة هو يعتبر مرفوض من المملكة العربية السعودية، من الإمارات، من البحرين، من عمان، يفترض من الكويت أيضا. وبالتالي هذا الذي يجب أن نعمل عليه جميعا، سواء في دول مجلس التعاون بما في ذلك قطر أو حتى الدول الأخرى، ومعنا جمهورية مصر العربية التي هي مع دول مجلس التعاون تاريخيا وستبقى مع دول مجلس التعاون تاريخ في المستقبل سواء نظاما أو شعبا. وبالتالي هذا لا نقاش حوله، التهديدات واحدة بالنسبة لنا، التوجس واحد بالنسبة لنا، ما يتوجسه المواطن في مصر يتوجسه المواطن في عمان وفي الكويت وفي السعودية وفي الإمارات، وهذا الذي يجب أن يكون الذي يدور أيضا حتى في السوشيال ميديا سواء في ما شاهدناه في يوم الأمس أو في حتى في هذا اليوم أو حتى سوف نشاهده، هو التوجس الذي كان قائما في مراحل الماضية حول الأمن والاستقرار، وهذا هو الذي يجب أن يكون في المرحلة المستقبلية. وبالتالي نحن نقول بأنه أملنا حقيقة وكلنا تفاؤل يعني تستوعب دولة قطر تلك التهديدات وتلك التوجسات أن تعمل عليها في المرحلة المستقبلية لحل حالتها. سأعود إلى الموضوع القطري سأعود إلى الموضوع التركي والإيراني بعد الفاصل، إضافة إلى مسارات مخرجات القمة الخليجية وانعكاساتها على الأحداث في المنطقة. ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد، أبرز الأرقام والإحصائيات في المنطقة والعالم في دقيقة.
أعود إذن للحوار مع ضيوفنا الكرام، وأعود إلى دكتور سليمان. دكتور، حتى نكون أيضا صريحين، كان هناك من يرى أن الدوحة وتحالفها مع أنقرة، وتحدثنا خلال هذه الحلقة عن موضوع تركيا، كان يعتبر زعزعة لأمن المنطقة. كيف يمكن أن تتطور العلاقة الخليجية ومصر مع تركيا في المستقبل بعد القمة يوم أمس؟ حصل أن يعني أتراك وزير الخارجية طلع بيان رحب فيه بهذا التقارب اللي حاصل، ونتمنى أن تكون هناك حسن نوايا سواء كان من إيران أو من تركيا للدول العربية والدول الخليج بالذات. التوقيع على البيان الختامي الذي وقع عليه بالحق كل زعماء وقادة دول مستعمر الخليج بحضور توقيع وزير خارجية مصر وأيضا كوشنر من الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، كل هذه المجاميع شهود وقعوا على البيان، والبيان شمل كل هذه الجوانب بما فيها نبذ الإرهاب وأيضا التهديد الذي يأتي من دول الجوار من إيران ومن تركيا لمنظومة الدول العربية. أعتقد أن كل دول الخليج الآن بدأت في خندق واحد لمواجهة تهديدات خارجية، والتوقيع على البيان الختامي هذا إقرار من كل الأطراف اللي شاركت في هذا الاجتماع على أن هناك تهديد موجود، على تهديد إيران موجود، الصواريخ البالستية موجودة، الخطر النووي الموجود من إيران، الميليشيات حزب الله وميليشيات الحرس الثوري الإسلامي، وكلاء إيران الموجودين في المنطقة قاعدين يهددوا أمن واستقرار. أعتقد أن قناعة حصلت الآن ومصارحة قبل المصالحة حصلت، وأيضا اتفقوا على 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 أجندة إن شاء الله سنرى المستقبل أكثر مشرف. دكتور عماد، خلال كلمة الافتتاح الأمير محمد بن سلمان قال إن برنامج إيران النووي يهدد المنطقة والعالم. في البيان النهائي إيران وتهديداتها أخذت مساحة كبيرة من 20 صفحة تقريبا، ووقع عليه الجميع بما فيهم طبعا مصر و قطر أيضا. سؤالي، من وجهة نظرك كيف ستكون مواقف القوى الإقليمية مثل إيران الآن بعدما تابعت هذه القمة، وحتى تركيا أيضا، من هذه المصالحة؟ ستكون هناك مقاومة. ستكون يعني تركيا، لا أتصور أن تركيا طبعا تنزعج للغاية من هذا الأمر، لأن هذا الأمر يعيد اللحمة للبيت الخليجي، وتركيا اخترقت البيت الخليجي، شفنا في قضايا وظفتها ضد المملكة العربية السعودية وتهاجم المملكة باستمرار واتهامات وأمور من هذا النوع، وبالتالي تركيا تسقط من يدها ورقة إذا ما تمت المصالحة الخليجية. إيران نفس الأمر، يعني إيران لديها مشكلة ضخمة في المصالحة ما بين دول الخليج، لأن إيران أطمعها مباشرة، يعني لتركيا لا توجد لها أطماع مباشرة في أراضي لدول من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، لكن إيران لها أطماع في البحرين، لها أطماع في الإمارات، محتلة 3 جزر إماراتية. يعني هل إيران ستسمح بسهولة؟ هي بالتأكيد ضد تماما هذه المصالحة، لكن من أجل تجسيدها على من الواقع، من الذي سينجح؟ نعم. دكتور إبراهيم، لفت انتباهي من الذي سينجح؟ نعم، اسمع، سأعود إليك دكتور عماد فقط لأنه لم يبقى لدينا وقت، وأرد أود أن أمر على أغلب النقاط. دكتور إبراهيم، لفت انتباهي موضوع العمل العسكري والأمن المشترك بين دول الخليج الذي كان حاضرا في هذه القمة. تمت الموافقة على تعديل المادة 6 في اتفاقية الدفاع المشترك، تغيير اسم قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة إلى القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي. هناك الكثير من القرارات أيضا تمت تصديق عليها خلال هذه القمة للتعاون لتحقيق الأمن الجماعي، وككأننا على أبواب حرب. لماذا من وجهة نظرك تم الاتفاق على الكثير من المصادقة على الكثير من الاتفاقيات العسكرية في هذه المعاهدة أو البيان الختامي؟ نعم، نحن دائما على رهبة الاستعداد لأي حرب نتيجة للتصعيد الإيراني المتسارع والمتجدد دائما،
والتهديدات باغلاق مضيق هرمز، وبالتالي تطوير الاليه العسكريه والفكر العسكري وتوحيد الجهود هذا مطلب اساسي، واعتقد انه هذا احدى النقاط الرئيسيه. نقطه اخرى، يبدو انه ايصال رساله مباشره لدوله قطر بانه سوف تكون امنه في حال مثل تطور مثل هذه الاتفاقيات او الاليه، لانها استجلبت قاعده تركيه وقاعده بشكل غير مباشر ايضا ايرانيه، خوفا من امور تتوهمها الاداره القطريه في مرحله معينه. يبدو انه اوتي على مثل هذه النقاط بث للطمانينه والثقه لدى القياده القطريه تحديدا بانه ذلك درع الجزيره تم تطويره ليكون بمثل هذه القياده الموحده العسكريه بدول المستعان، وان تساهم بها هذه الدول جماعيه، وان يكون التحرك العسكري على اقل تقدير او حتى الاليات العسكريه واليه استخدامها يكون بعلم هذه الدول في حال تم في هذه المنطقه تحديدا. نعم. يبدو ان بث الثقه هو العامل الرئيسي لمنع تطورات مستقبليه، والاشاره الرئيسيه حقيقه لاهميه عدم التواجد العسكري الاجنبي الاقليمي خاصه التركي والايراني في هذه المنطقه هو مطلب شعبي قبل ان يكون سياسي، لانه هذه الدول لديها اطماع، ايران وتركيا كلاهما، وهنا قد لا اتفق مع اخي الدكتور عماد، تركيا ايضا لها اطماع توسعيه سواء في التوسع الارضي او الاراضي او التوسع بالهيمنه السياسيه النتيجه للامبراطوريه العثمانيه وتجدد تلك العثمانيه الجديده التي تطلقها دائما، والرئيس أردوغان خير شاهد على ذلك لأنه يدعو إلى عثمانية جديدة دائما، وبالتالي التهديد الإيراني والتركي هو تهديد واحد ومشترك. دكتور سليمان، المغرب أعلن عن ارتياحه لنتائج قمة العلا التي شكلت بداية جديدة للم الشمل بحسب البيان. الخارجية الأمريكية يقول التقدم الذي تحقق في القمة الخليجية يمثل خطوة إيجابية. الاتحاد الأوروبي أصدر هو بدوره بيانا يرحب بالمصالحة الخليجية والتي يعتبرها ستعزز الاستقرار الإقليمي. لماذا الاهتمام بالمصالحة الخليجية، وإلى أي مدى مهم مثل هذه البيانات بالنسبة للم الشمل الخليجي؟ الخليج يعتبر ثقل اقتصادي عالمي، عندما نعلم أن خمس إنتاج النفط العالمي يأتي من هذه المنطقة، والخليج يمثل أيضا نقلة حضارية جديدة الآن أيضا لمصالح الدول الغربية والدول الأوروبية. أيضا كثير من دول العالم تهتم على أن منطقة الخليج يجب أن تنأى عن التحديات اللي قاعدة تحصل وعن المخاطر اللي قاعدة تحصل والتهديدات اللي قاعدة تحصل خاصة من إيران ومن تركيا. فأعتقد هذه دلالة على أن دول المنظومة الأوروبية، الوطن العربي، جامعة الدول العربية، منظمة العالم الإسلامي، المنظمة الآسيوية، كل هالمجاميع هذه مع اتفاق دول المستعمر الخليجي والنأي عن المخاطر هذه المنطقة، عن التهديدات والمخاطر اللي تحصل من جيرانها من تركيا ومن إيران. وهذه رسالة أيضا أعتقد توجه إلى تركيا وإلى إيران على أن العالم لن يقف مكتوب الأيدي فيما لو تعرضت هذه المنطقة لتهديد. هذا دفعة جديدة تأتي من هذه الدول للاتفاق اللي حصل بين زعماء وقادة التعاون. سأختم معكم بهذا السؤال جميعا، تنجح المصالحة الخليجية عندما؟ أبدأ معك دكتور عماد، عندما ما هي النقاط التي يجب أن تكون موجودة؟ يعني تنجح كلمة رئيسية حينما تكون هناك تطبيق ما تم التوقيع عليه. إيران دولة تمثل خطر رئيسي، لا يمكن أن تكون هناك قاعدة تركية وقوات إيرانية، وبالتالي حينما يتم ذلك الأمر متوقف على رغبة حقيقية بالمصالحة والاندماج وتفضيل الأمن القومي الخليجي أولا ثم الأمن القومي العربي على ما عداه. نعم دكتور سليمان، تنجح المصالحة عندما؟ أعتقد تنجح المصالحة عندما نتوقف عن ممارسة الهجوم والشحن الإعلامي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. أعتقد جدا هذا الجانب مهم، وأعتقد يجب هذه الدول أن تضع يدها على كل هذه المكامن اللي قاعدة تقوم بتغذية النزاعات والصراعات والفتن، سواء كان في دول المستعمر الخليجي أو الدول المجاورة. أعتقد
أن المرحلة القادمة نعم تستشهد تغيير كبير وجذري ورئيسي نعم. في التعامل مع المصالحة. دكتور إبراهيم، نقطة الختام معك باختصار إذا سمحت لي. نعم، تنجح المصالحة عندما يكون الأمن القومي العربي هما حقيقيا ومشتركا وظاهرا باللغة السياسية، اللغة الإعلامية، وتصادق الأقوال على تلك الأفعال. هذا هو الهم الرئيسي بالنسبة لنا، فما يحدث في أقصى الغرب العربي يهم الشرق العربي، وما يحدث في الشرق العربي يهم أيضا الغرب العربي. هذا هو همنا الرئيسي عندما يكون الأمن القومي العربي هو تاج تلك الأعمال السياسية والإعلامية. بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا من قابل النقاش، كان عنوانها القمة الخليجية خطوة لرأب الصدع. شاركنا في النقاش والحوار مشكورين من المدينة المنورة دكتور إبراهيم النحاس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود، من دبي دكتور سليمان الجاسم الباحث والأكاديمي والرئيس السابق لجامعة الإمارات، ومن القاهرة كان معنا دكتور عماد جاد عضو مجلس النواب المصري. قبل 4 عقود أعلن الشيخ زايد من العاصمة الإماراتية أبوظبي ميلاد مجلس التعاون الخليجي بحضور قادة الدول الست طيب الله ثراهم. يتذكر القادة كما الشعوب اليوم ذلك الدور الكبير الذي بذله الشيخ زايد في تشييد بيت الوحدة الخليجي ومساعيه لتوحيد الصف والهدف. بعزم وإصرار أراده حصنا منيعا لتحقيق الأمن والاستقرار، وكان له ما أراد. تلبية لأمال وطموحات شعوب دول الخليج، سيبقى مجلس التعاون الخليجي كالبنيان المرصوص. تصبحون على خير.